رفيف رفيف خير حبيبتي؟ شو بك رفيف؟ سمعتيني رفيف؟ ردي علي حبيبتي رفيف. قومي قومي حبيبتي، شو صار لك؟ سمعتيني رفيف؟ رفيف رفيف حبيبتي، ردي علي حبيبتي رفيف. شو بك رفيف؟ تعبان كتير؟ سلامة قلبك، سلامتك حبيبتي. خلينا نروح على الدكتور. لا لا، بجوز نزل ضغطي هلأ شوي وبصير منيحة. وبلكي القصة أكبر من هيك. خلاص عمر أنا منيحة، تركني ارتاح شوي ورح أتحسن. ليش أنت عم تشتغلي كل شي لحالك؟ كنت قليلي مشان ساعدك. كم مرة قلت لك؟ كنت رح ساعدك يوم السبت. وبدنا نضل هيك من دون برادي لوقتها؟ خلاص مشي الحال. لا حبيبتي لا تحكي هيك، انت عم تتعبي. تخيلي لو انا مو هون، شو كان صار فيكي؟ ما كانت انكسرت رجلك؟ لازم تديري بالك وترتاحي. وقفي حبيبتي وقفي، لوين رايحة؟ رح اجهز الفطور قبل ما يفيق الولاد. انت ارتاحي انا بجهزه. يلا طيب ارتاحي. يسلموا حبيبي، يسلموا. ارتاحي. يسلموا ايديك حبيبي. الاولاد جوا عم بيلعبوا، رح احط الجلي بالجلايه وخلص الشغل. هينانا لازم قوم شوف. لا حبيبتي خليكي مرتاحه، خليكي هون، انا رايح مش هسكتها. شو ساوي؟ ها؟ لازم بدل الحفوضه، انا رايح. معلش يا حبيبي معلش. انت دير بالك على الاولاد وجيب لي نانا لعندي، انا بعرف سكتها. شو رايك حبيبتي اخذهم على الملاهي؟ رح يتسلوا كثير، ورح اخذ نانا كمان. شو قلتي رفيف؟ وانت ارتاحي ونامي قد ما بدك، موافقه؟ حبيبي قديش بدك تضل انت وياهم بالملاهي؟ ساعة ساعتين ثلاث ساعات وبالاخير بدكم ترجعوا على البيت. قمر القصة مو هيك، بعدين ما فيني ضل نايمة، لسه بدي اجهز العشاء واكوي صداري الاولاد كمان، وبعد شوي بدي احممها لنانا، ولسه بتقلي نامي وارتاحي. طيب رح اتصل بالشغل مشان اخذ اجازة. قمر القصة ما رح تنحل اذا اخذت اجازة وقعدت معي كم يوم، هذا ما اسمه حل. انا لازمني وحدي بالبيت لتساعدني على طول، مشان تدير بالها على الاولاد وتساعدني بشغل البيت، وقتها رح اقدر ارتاح عن جد. طيب من وين بدنا ندفع لها؟ والله ما بعرف، بس لما بسمع هالصوت بحس حالي مخنوقة ومالي قدراني اتنفس. صحيح هدول اولادي وانا بحبهم اكثر من حالي، بس عن جد ما عاد فيني اتحمل، ماني قدراني منوب. مشان الله تفهم علي يا حبيبي. طيب حبيبتي مثل ما بدك، إذا بتعرفي حدا خليه يجي يساعدك. بس معك حق، منين رح ندفع له؟ منلاقي له حل، المهم عندي تكوني منيحة. اتركهم حبيبي وروح شوف نانا عم تبكي. طيب بس رح احطهم بالمطبخ بسرعة. يا ليس اطلع من الأوضة واترك اختك. انتي بنت الست نورة ما هيك؟ اها. اشتغلتي بيبي سيتر من قبل؟ ايه اكيد، كنت دايما ندير بالي على اولاد عمي. وقديش ضليتي؟ يعني استمريتي بالشغلة؟ ضليت معهم كل العيد وقت اللي كنت زورهم. فترة طويلة. ايه طيب، معناتها بتعرفي تبدلي لهم الحفوضات؟ طبعا لا، أنا بقرف كتير من هيك شغلات. أيوة طيب، افرضي أنه الولد عم يبكي، شو رح تساوي؟ طبعا بجيب لك إياه، وأنت رح تسكتي. برافو عليك.
كيف علاقتك مع الأولاد؟ كتير منيحة، أنا اللي ربيت أخي الصغير. إذا مغصوا بتعرفي شو لازم تعملي؟ إيه طبعا، رح حطه على حضني وضل هيك طبطب عليه ليهدى وبعدين بنيمه، وبهالطريقة بيكون ارتاح وراح المغص وقدر ينام. إيه منيح. طيب وإذا كان الولد كبير شوي؟ إيه هدول بحبهم كتير، باخدهم على جنينة وبعلمهم دروسهم وبنتفرج سوا على التلفزيون وبلعب معهم ليناموا. طيب شو مشان شغل البيت؟ لا تفكريني عم بمدح بحالي، أنا كتير نظايفية، وإذا ما نظفت البيت بإيدي ورتبته ما فيني أرتاح. منيح. طيب بدي أسألك آخر سؤال. هلا تيابك هيك كلياتهم؟ والله أنا كتير بحب الموضة، بعدين تيابي ما لهم علاقة بشغلي. أي والله معك حق. مرحبا نرمين، كيفك؟ الحمد لله صرت منيحة أحسن. بدي أسألك عن شغلة، متذكرة هي البنت قرايبتك؟ نوران؟ هي اللي اشتغلت عندكم. ايه هي، الله شو كانت بنت ظريفة وحبابة، لساتها عم تشتغل وتساعدكم؟ ايه البنت كتير شاطرة وما بتضل بدون شغل. بظن هلا عم تشتغل ببيت سوزان. هي سوزان المأنزعة؟ وكيف فيها تتحمل سألتها؟ طيب هلا اذا قلت لها تشتغل عندي مشان الاولاد، فكرك رح توافق انها تترك الشغل عند سوزان؟ لا ما رح توافق تترك شغلها هيك، وخصوصي انه اولاد سوزان بحبوها كتير. طيب شو اعمل؟ اجت لعندي كذا وحده وكلهم اضرب من بعضهم وما فيني امنهم على بيتي واولادي، بدي وحده ظريفه مثل نوران لتشتغل عندي، شو اعمل هلا؟ والله ما بعرف. صحيح والله. لساتها هي ساكنه مع ندى مزبوط؟ ايه ساكنه معه. نوران مرحبا. لك انا رفيق زارتها لنرمين، متذكره؟ ايه اهلين مدام، تذكرتك. كيفك؟ منيحه. انت كيفك؟ منيحه. اجيت لاشرب فنجان قهوه مع سوزان. وانتي؟ صحيح انتي عم تديري بالك على اولادها، نرمين حكت لي بس نسيت الموضوع. المدام سوزان معنا بالبيت وانا نازله اجيب لك مغرض. يو طيب مو مشكله برجع. نوران لحظه شوي، جايه معك. انا كمان لازمني شوي اغراض من السوبر ماركت، رح اسكر الباب. ليش انت اللي بتنزلي وبتجيبي لها الاغراض؟ بالله ما بيكفي الاولاد وطلباتهم، كمان بدها تنزلك لتجيب اغراض؟ او والله انا لو صح لي صبيه منيحه مثلك بتعرفي ما رح خليها تقرب على شغل البيت. ايه ما بساويها، ان شاء الله تلاقي وحده منيحه. رح اقول لك شغله بس امانه بتضل بيناتنا، سوزان مأنزعه شوي مزبوط؟ هي شوي عصبيه. واولادها عفريت وكتير بيعذبوا، الله يعيني. لا تحكي هيك بزعل. مو مزبوط. نوران شوفي حبيبتي، شو رأيك تتركي الشغل عندها وتشتغلي عندي؟ لا كيف بدك كاني اترك الشغل؟ مو حلوة اعمل هيك. لا نوران كبري عقلك لك حبيبتي، هذا اسمه الشغل، واللي بيدفع لك مصاري اكتر لازم تشتغلي عنده وما تفكري غير بمصلحتك. يا تقبري قلبي ما ألسك ما احلاكي. نوران رح ادفع لك ضعف راتبك اللي عم تاخديه عنده، وفوق هيك شغل البيت ونزلت السوق مالك علاقة فيهم، شو قلتي؟ ليكي شوفي كيف حبتك دغري وبدها تجي لعندك، شوفي تقبش قلبي. ولو تشوفي اخواتها التاني مثل الملائكة على قد ما انن عاقلين رح تحبيهم دغري. اتفقنا. كيف يعني؟ انا موافقة اشتغل عندك. نوران ما بصدق عن جد انت كثير منيحة. الحمد لله يا ربي، الف الحمد لله. الحمد لله يا رب. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.